إخواني، لازلنا بالدروس والعبر من حصارنا، وفي السلسلة الثانية من علمني الحصار. وكنا قد تكلمنا في الخطبة الماضية عن 10 أمور، واليوم نتمها ب10 أخرى إن شاء الله، ولعلها تكون آخر خطبة في حبس المحاصرة. ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان ثم يربينا به. إخواني، مما تعلمته في الحصار أن من أخطر وأكبر آفات النفس والقلب التي ظهرت في ثورتنا وحصارنا هي مرض تسلل وتشعب للأسف في قلوب كثير من المجاهدين قادة وأفرادا، ولا أبرئ نفسي، نسأل الله العافية لي ولكم. مرض من أخطر الأمراض، ألا وهو حب الرياسة والمنصب، حب الرياسة والعجب وحب المنصب والأنا التي ظهرت للأسف، التي ظهرت ظهورا كبيرا في حصارنا، وأثرت تأثيرا سلبيا على كثير من مجريات الحصار. وأصبح البعض للأسف عنده نظرية فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والبعض نسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي وهو في السلسلة الصحيحة، قال: ثلاث مهلكات أن يهلكن العبد في الدنيا والآخرة: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه، العجب يا إخواني. لا تقل أنا لست ممن ابتليت، فإياك. فقد قيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. قالوا لها: متى يكون الرجل مسيء؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. لذلك يا إخواني، العجب وحب الرياسة والتصدر، أنا قائد الثورة، وأنا أول من خرج، وأنا السبب، وأنا 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 وأنا، وكتيبتي ولوائي وحزبي وهل أضر الثورة مثل هذا المرض؟ لذلك من أراد أن يتقي الله عز وجل فليحذر. ورحم الله ابن القيم عليه رحمة الله تترى عندما قال: وليحذر العبد كل الحذر من 3 كلمات. احفظوها إخواني هذه الكلمات: وليحذر العبد من 3 كلمات، من أنا ولي وعندي. أنا ولي وعندي، فإن الأولى قالها إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والثانية قالها فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. والثالثة قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال ابن القيم: وما أجمل قول العبد في أنا ولي وعندي، في قوله: أنا العبد المذنب وعندي الخطايا ولي الذنوب، أفلا يجدر بنا أن نصحح علاقتنا مع الله بهذا الأمر، أن نراجع. هناك من إذا تغير منصبه قد يترك الجهاد بأمته ويهدد بترك جبهة أو جهاد أو عمل للإسلام
لأنه سيأتي أحد مكانه. هذه الأنا التي لا أقول لك إلا أنه أكبر مرض ابتلينا به في الثورة وأثر على جهادنا كثيرا. لذلك من رب نفسه واتقى ربه في هذا المرض وصار عنده الذم والمدح سواء، وصار عنده أنه أينما وجد فهو يخدم الإسلام، عند ذلك يكون على خير إن شاء الله. هذا هو الدرس الأول مما علم الانتصار. الدرس الثاني مما علمني الحصار: أقم دولة الله في نفسك. أقم دولة الله في نفسك أمرا ونهيا وجهادا تقم لك على أرضك. كلنا يريد تطبيق الشريعة وتحكيم الإسلام، وما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا يريد هذا المطلب، ولكن الأهم إخواني أن الذي يريد هذا المطلب أن يكون هو من يحمل الإسلام على نفسه أولا، من يحاسب نفسه أولا، وليس أنا فقط التنظير، أنا أريد الإسلام وأريد تطبيق الشريعة. أيوة، أين الشريعة منك؟ وأين الشريعة من صلاتك وخلقك وتعاملك؟ وأين الشريعة من لسانك وسمعك وبصرك؟ لماذا لا تطبق الشريعة إذن؟ أين الشريعة في سفك الدماء وإباحة الأموال والأعراض؟ هذه الشريعة التي تريد أن تطبقها؟ إذا طبقها على نفسك، عند ذلك سيمكنك الله وسيعزك الله وسيذلل لك الأرض جل جلاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قاعدة ربانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أصلحت نفسك، هذا نحن بالمسجد، لو كل واحد منا أصلح نفسه لكان خيرا عظيما للحصار. وعندما ستخرج من الحصار إن شاء الله عزيزا بإذن الله، ستظل هذه العبودية مرافقة لك، لا تكون عبدا لله في الحصار فقط. إذن أنت عبد الحصار، أما عبد الله فهو عبد لله أينما كان. هذا هو الدرس الثاني. الدرس الثالث مما تعلمته في الحصار: أن وحدة الكلمة ووحدة الصف مطلب شرعي وواجب رباني. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولكن إخواني، لا بد من التنبيه على قضية في غاية الأهمية، وأخص شبابنا الآن بهذا الأمر، وهي أنه هذا الواجب قد لا يتيسر الآن. بمعنى أنا قد لا يتيسر لي ككتيبة فلانية ولواء فلاني وجبهة فلانية أن تندمج وأن تنصهر وأن تتوحد مع كتيبة أخرى إسلامية لعدة أمور وظروف. هذا قد يكون، انتبه، هذا خلاف الأصل، ولكن إذا صار هذا ليس بحد ذاته إشكال كبير شرعي، لأن الهدف من وحدة الصف هو وحدة الكلمة، هو وحدة الكلمة. أما إذا اختلف الكتائب فيما بينها، لا ينبغي أن نقيم الدنيا ولا نقعدها، نريد الجميع ثوبا واحدا، ونريد الجميع لونا واحدا، ونريد الجميع تسمية واحدة. أنت تطلب محالاً إلا قليل، لن تستطيع. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. لذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله، قال في هذه الآية كما ذكر ابن جرير في التفسير، قال ولذلك خلقهم، قال: وأما أهل رحمة الله ف
فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم. ساحد الكلمة مع دقها، لا يختلفون اختلافاً يضرهم، أي أن هناك اختلافاً يكون بين المسلمين ولا يضر. يعني ما لازم يا أخواني، خليني أقول لك إياها، ما لازم كل خلاف يكون شر. أحياناً هناك بعض الخلاف، نفس الكلمة إذا يعني لا مشاحة في الإصطلاح بين كلمة خلاف واختلاف، لأن البعض يستخدم هذه الكلمة في باب وهذه في باب، خلينا على نفس الكلمة، لا مشاحة في الإصطلاح. الفكرة هي أنه أنا إذا اختلفت مع أخي المسلم، سواء كنت أنا من التيار الفلاني الإسلامي، فكرة الفلاني، كتيبة الفلاني، لواء الفلاني، حزب الفلاني، وأختلف مع أخي، ولكن أختلف في أمور لا تسبب إشكالاً على بقية الأمة وجهات الشر. نختلف في أمور عادية، ألم يختلف الأنبياء؟ أنبياء الله اختلفوا، داود وسليمان اختلفوا إذ يحكمان في الحرث، فقضى داود غير قضاء سليمان، ففهمناها سليمان. نعم، ألم يختلف الخضر وموسى؟ اختلفوا وهم أنبياء. طيب، ألم تختلف الملائكة؟ اختلفت الملائكة، نعم. وكلنا يحفظ حديث البخاري، لا أريد أن أطيل كثيرا، ولكن قضية هذا التشنج البعض الذي يصطنعه بدون علم وبصيرة. الملائكة اختلفت عندما الرجل الذي قتل 100 نفس ثم مات على الطريق، فاختلف هيك الحديث، راجعوا في البخاري، فاختلف ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أيهم يقبض روحه. إذن هذا اختلاف محمود يقول العلماء، أو لا يفسد للود قضية، أو اختلاف لا يكون في الثوابت والقطعيات. أنا ما أختلف معك على قضية الإسلام، أنا لا أختلف معك على هذا الأمر، لا أختلف معك على موضوع الشريعة وتحكيمها، قد أختلف في بعض الجزئيات، قد أختلف في بعض المسائل، فلازم نقبل بعضنا. بكرة إذا الله عز وجل يسر وطلعنا، قد تدور حروبا طاحنة إن لم نعي هذا الكلام. البعض يريد الكل مشرب واحد، لم تستطيع، ولكن فلنتفق على الثوابت والقطعيات في الدين، ولنطبق الاجتهادات فيما بيننا، ولنسدد ولنقارب مسيرتنا، عند ذلك سيكون النجاح حليفنا بإذن الله. الدرس الرابع من دروس الحصار، إذا أردت أخي المجاهد المحاصر العز في الدنيا والآخرة، فعليك بالعفو والمسامحة عما ظلمك. إذا أردت عزك عند الله فاعف عمن ظلمك. وهذه دعوة إلى كل مسلم الآن يسمعني من الأخوة، أن يسامح كل أخ ظلمه، سواء أكان قائدا لكتيبته، سواء أكان قائدا لنقطته وسريته، سواء أكان معلمه، سواء أكان أخا في بيته، سواء كل إخوانا سامحهم. قال صلى الله عليه وسلم، لترى هذا الثواب لك، قال كما في صحيح مسلم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي الذي يعفو هو الذي يكون عزيزا عند الله في الدنيا والآخرة، فيعزك الله ويكرمك الله ويثيبك الله. وروى الإمام أحمد بسند حسن بالطرق والشواهد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يا عقبة صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك. والله كبير، أخلاق هذه، أخلاق المجاهد المسلم، اعف عمن ظلمك. ما مثل هلأ في شباب تتوعد، تبين تتوعد يخلص الحصار ولا لا، برا من حاسب، برا من تفاهم، برا من صف أمورنا. تسمعون هذا الكلام
والبعض يحمل في قلبه إلى الآن على الأموات والشهداء ويقول لن أسامحه. أهذا خلق المسلم؟ ظلمك نعم، ولكن انت شو واجبك عند الله؟ هذا الذي أذكره الآن لك. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، كما ذكر عن أحد السلف عليه رحمة الله، وهذه القصة تذكر عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى، أنه كان عنده غلام يعني خادم، فهذا الغلام مرة أغضبه لجعفر الصادق غضبا، وهو يسكب له الوضوء، كسر آنية الوضوء، فغضب جعفر فقال له ذلك الغلام الخادم، قال يا إمام والكاظمين الغيظ، ذكروا بالله فورا، قال شو بدك يعني، أقول له يعني سكوت إن أنا بعرف أكثر منها، أنا بفهم أكثر منها، لا، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. هذه الأخلاق التي نحتاجها، هذه الأخلاق التي نحتاجها، لذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، هذه أخلاق السلف، أخلاق علمائنا، هذه أخلاق المجاهد الحقيقي. الحسن بن علي قال والله لو شتمني رجل بأذني اليمنى ثم اعتذر باليسرى لقبلت اعتذاره، يعني فورا شتموا سبوا باليمنى، بعدين رجع على اليسار قال له أنا آسف سامحني، قال لقبلت ما بحمل بقلبي وما بخبي له إياها. لذلك والله لو لم نخرج من هذه الخطبة إلا أو من الحصار إلا بأنه قلبك الآن تطلع سليم على كل المسلمين، حتى اللي ظلموك، حتى اللي أكلوا لك حقك، إيه؟ ليش؟ لأنه في ميزان عند الله، وعند الله تجتمع الخصوب ولا يضيع مثاقل الذرة والعزة. الدرس الخامس، خمسة في الخطبة الأولى وخمسة في الخطبة الثانية. الدرس الخامس من مما تعلمته في الحصار أن البعض ممن لم يتربى تربية إيمانية ولو التزم التزاما ظاهريا بأحكام الإسلام، صار يصلي الحمد لله، بعد عن بعض الحرام أموره بلشته، ولكنه لم يتربى من الداخل والقلب إيمانيا تربية حقيقية، تربية جهادية حقيقية، تربية على منهج السلف، هؤلاء قسم منهم يفجرون في الخصومة إذا حصل، فهذا فيه خصلة من النفاق. حذار يا إخواني. روى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاثة أمور: إذا حدث كذاب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي لفظ وإذا خاصم فجر. شو يعني إذا خاصم فجر؟ يعني بمعنى إذا كنت أنت وياه ما شاء الله على أحلى ما يكون من أخوة وصفاء، بالنقطة، بالسرية، بالكتيبة، باللواء، بالبيت نفسه، بالعمل، بأي شيء، والحمد لله أمورنا بخير، ولكن تخاصمت يوما معك، وشأن العباد أن يتخاصموا، صحيح؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ مين؟ تخاصمنا. وإذ بك أعاذني الله وإياك، وإذ به يفجر في الخصومة وتراه يفتح كل دفاتر القديم، وأنت الذي فعلت في اليوم الفلاني كذا وسكت وحملت بقلبي وساكت لك، واليوم الفلاني عملت هيك هيك، واليوم الفلاني والساعة الفلاني والموقف الفلاني، وأنت مصطوم، وأنت ما عم يطلع حكي معك، يعني أنت مخبيهم، كنت علي بقلبك، وأنا ظننت أن قلبك طاهر تنام وقلبك سليم وسامحنا وعفينا عن بعضنا، فجرت في الخصومة. لذلك سبحان الله في ناس تتجاوز، تقاتل مع فلان يشهر به، يشهر به لأنه يخالفه،
ولأنه لم ينتمي إليه، ولأنه لم يوافقه، وقد يمتد الأمر إلى ذلك، بده يتصل بالداعم تبعه مشان يقطع الدعم عنه، ولسه البوستات التشهيرية التي تصير وصولات وجولات وبجوز بيانات على النت وبجوز يوتيوبات على النت. ليش شو؟ فجور في الخصوم، هذا لم يحصل على تربية إيمانية. فحذاري يا إخواني أن تفجر في خصومتك إذا خاصمت أخاً، ولا تفتح الدفاتر القديمة، ولا تذكره بالماضي، إنما عليك بما اختلفت عليه الآن فقط وتحله. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الدرس السادس من دروس الحصار. تسرب إلى قلوب البعض تعلق بكثير من أسباب الدنيا، فتراه يتعلق بالمجموعة أو الكتيبة الفلانية التي ستفرج عنه أو تفك حصاره، والبعض يتعلق بالشخص الفلاني الذي يملك من المهارة السياسية لتحصيل الحقوق، والبعض يتعلق بالمفاوضات تعلقا قلبيا. واحذر، واحذر من تعلق القلب بغير الله، احذر أن تعلق قلبك بغير الله. فرحم الله ابن القيم عليه رحمة الله الذي قال: إن الله تعالى يغار على قلب عبده أن يكون معطلا عن حبه وخوفه ورجائه، وأن يكون فيه ومعه غيره. الله يغار أن يكون في قلبي وقلبك أيها المؤمن أحد غير ربك، وكل شيء غير الله ينبغي أن يكون فيما يرضي الله وفيما يحبه الله وفي الله، أما مع الله لا. بدنا نصحح نية، وبدنا نراجع قلوبنا. التعلق فقط بالله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ما روى الترمذي بسند صحيح، قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك يا أخواني، تجد في القرآن الكريم، راجع القرآن، تجد كل سؤال سئل به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابي، تجد أن بعده في لفظ قل، وإذا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، قل يا محمد لهم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. إلا سؤال واحد، الله عز وجل لم يقل كلمة قل: وإذا سألك عبادي عني ما في فقل فإني قريب. فإني قريب أي بينك وبين ربك لا واسطة، فلا تعلق قلبك إلا بالله. وإذا تعلقت بالله غير الله لك نواميس السماوات والأرض بأجلك. الكون كله بأمر الله وإرادته وملكه ومشيئته، يغيره لك بلحظة بكن. لذلك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. الدرس السابع من دروس الحصار: من الأمور الجاهلية المقيتة التي ابتلينا بها والتي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة، ولكن للأسف ما عم نتكلم بالمسألة، وبح صوتنا ونحن نحذر منها، وما زال البعض ومن يحضر ويحضر ويقرأ إلا أنه في قلبه هذا المرض وهذه الجاهلية. إذا متى تتخلص منها؟ جاهلية المناطقية، جاهلية هذا ابن الريف وأنا ابن المدينة، هذا بدوي وأنا حمصي، هذا ابن فلان وأنا ابن فلان،
هذا من الفخذ الفلاني انا من فخذ. هلا عند الله هذا الميزان هو بميزان الكبائر عم تحطه. فانت النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال رجل، شوف شو قال، قال رجل يا للمهاجرين، يعني خيرة الصحابه، بس عم يقول انه تعوا عشان تشدوا على ايدي، اختصم وتقاتل هو واخ واحد مهاجر وواحد انصار. فقال يا للمهاجرين، ابو الانصار شو قال؟ يا للانصار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على المنبر وقال وانا بين اظهركم، لكن لساتني عايش بيناتكم وعم تعملوها؟ دعوها فانها منتنه ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. الم يقل الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اتقاكم. فالتقوى هي الميزان. وليس لذلك كل رجل يتكلم في هذا النفس ويغذيه ويشربه لمن حوله فهو رجل فيه جاهلية، وهو رجل يريد أن يثلم في الإسلام ثلما. لذلك فلنتقي الله عز وجل. وعلى فكرة حتى بعض الملتزمين وبعض المتدينين للأسف هذا المرض يقع فيهم، بدنا نتقي الله. فلذلك لا فرق لعربي على أعجمي، ولا ريفي على مدني، ولا حضري على بدوي، ولا ولا ولا، إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه من النهاية كإسلام وكشريعة. مما تعلمته في الحصار الدرس الثامن أن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، يعني هناك شخص فاضل لعلمه أو جهاده أو دعوته أو حكمته أو رجل فاضل عالم مجاهد كبير، نعم يحفظ حقه وحرمته ويراع، ولكن لا نغلو فيه غلوا يجعلنا لا نقبل الخطأ منه، ويجعلنا لا نرى فيه خطأ ولا عيبا. إنما فلان قال، نعم قال، فلان أمر، نعم أمر. طيب شغل عقلك، لا ما نفهم منه، معقول إيه؟ يا أخي اتق الله عز وجل. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول كما روى الترمذي بسند صحيح، قال أحبب حبيبك هونا ما مع الأخير، لأنه بعدين ما بتشوف العيوب ولا بتشوف الأخطاء. إذا حبيت كلف ما بتشوف شيء. النصارى شلون عملوا عيسى ابن الله؟ بالغلو، غلوا فيه من شدة تعظيمه حتى صار ابن الله. ليش المشركين اللات والعزى هذه كلها شو اسماء؟ رجال صالحين، رجال صالحين من قبل، بعدين شو غلوا فيهم بعد ما ماتوا، عملوا لهم تماثيل. الجيل اللي اجى بعده قالوا لك هدول هن ربنا، معناتها الجيل اللي قبله ما كان، كان بس مشان يتذكروا عبادتهم. فالغلو في الافاضل من اوسع اوديه الباطل. بدنا نتقي الله عز وجل في هذا المكان، نحفظ ورد بقول انا ما في شيء اسمه اساءه ادب ولا لا لا لا، هذا الكلام كله مرفوض، ولكن احنا نتكلم عن الغلو في المحبه التي لا ترى الا ان كلامه هو الصواب ولو خالفه غيره. هذا امر مهم. والله كم من دماء سفكت لأن فلان، فلان مرجعيتنا وبس. طيب في فلان آخر شوف لا يكون كلامه صواب. ألم يحصل اقتتالات بين الفصائل المجاهدة من وراء الغلو في مرجعياتهم؟ حصل، لأنه سمع كلمته قال له اقتل فقتل مثلا. هذه النماذج، نماذج إخواني ينبغي أن نحذرها. هذا الدرس الثامن، الدرس قبل الأخير من دروس الحصار الذي تعلمته. كم من الأمانة ضيعت في الحصار وفي الجهاد الشامي ونحن لا ندري. كم من الأمانة كنا نحن سبب أن أضعناها. أتعلمون ما هي؟ روى البخاري في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ انتبه. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لما بنحط الواحد بغير محله، ولما بنحط الرجل المناسب في المكان غير المناسب، والرجل غير المناسب في المكان المناسب، هذا هو إضاعة الأمانة، وهذا هو من كوارثنا التي ابتلينا به. يعني أنا ما شغلت الأمر الفلاني ولا اختصاصي، لماذا نصبت نفسي؟ أنا معك، قد أكون مضطرا في ظرف ووقت من الأوقات، إيه ما في إجي حد يسد هذا الثغر، جيت أنا شو سديته. ولكن المصيبة بتعرفوا شو هو إخواني؟ المصيبة إني أنا صير صدق حالي بإنه أنا أهل هذه المنصب. أنا صدقت حالي هلا، لذلك ما بدي أترك بكل المجالات بالشرعي، عشان ما حد يقول لا لا لا، من الشرعي للطب للإغاثة للسياسة للعسكري للإعلامي، كل موضوع الكفاءات كارثي، وكلنا مسؤول إذا كان بإيدنا إنه نحط الكفر وما حطيناه. لذلك الله عز وجل قالت: يا أبت استأجره، في القرآن ابنة الرجل الصالح قالت: يا أبتي استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين. قوي مصلحته يعني اختصاص، اختصاص مو انتقاص. أنا عندما أحط فلان الفلاني مو لأنه أنا عم انتقصك يا فلان، لأنك أنت جيت هلا تعرف شو المرض هو شو؟ إنه هلا هذا إجا آخر الثورة أو إجا لي فتلي هلا من بساتين الوعر، جاء هلا بده يستلم عننا، إيه والله ما بيحلم لا هو ولا غيره. لا، هذه النفوس، هذا المرض، طيب كفء هو ومختص هو، وأنت شو اختصاصات؟ أنت الحمد لله الله يجزيك خير، مقدور الخير. سديت الثغر سنتين ثلاثة عشرة، بس بعدين أعطي المجال للمختص يتفضل. أما صدقنا حالنا؟ البعض صدق حاله إنه قائد، عن جد صدق حاله، وصدق حاله إنه هو مدير، وصدق حاله إنه هو يعني المرجعية، وصدق حاله إنه شيخ، وصدق حاله إنه هو يعني لازم بكرة يصير الوزير، الوزير يعني أقل منصب لازم يستلم الوزارة. فلذلك إخواني الكرام، موضوع أداء الأماني هو مطلب شرعي وواجب علينا. الدرس الأخير من دروس الحصار: الكلام في الدين بغير علم. الكلام في الدين بغير علم انتشر كثيرا بين صفوف المجاهدين والمحاصرين، فصار كثير من الناس يفتي بغير علم ويتكلم ويتجرأ في الدين، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إخواني في إياك إذا قرأت شوي أن تظن نفسك أنك أصبحت مؤهلا لأن تتكلم بالدين. الكلام بالدين خطير جدا، الكلام بالدين أنت توقر عن الله إذا أفتيت بفتوى ولو صغيرة، فأنت توقع عن الله. لذلك ابن القيم سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ليعلم المفتي والمجتهد أنك توقع عن ربك فاحذر فاحذر. عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين تلاميذ الصحابي قال: أدركت 120. شوف هذا القول ويكفينا إذا أردنا أن نتعب. قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، كلهم إذا سئل، يعني بيجي كان واحد كان يسألهم فتوى، يود لو أن أخاه كفاه الفتية. يعني بيدفشوا على أخوه، هم قلت لا تعال سألني إليه، لا تسأل فلان لأنه فلان بجوز ما يعطيك اللي أنا اللي بعطيك له. لا، كلهم يود لو أن أخاه كفاه الفتية. ولقد عرضت على من بعدهم مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. يعني في مسائل أفتى فيها ناس لو عرضت على عمر بن الخطاب لكان جمع أهل بدر ليشاورهم فيها. لذلك إخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: إن الله
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ما تدري العالم بلاقي حاله بطال صار جاهل، انما يقبضه بقبض العلماء اي بموتهم، حتى اذا لم يبق عالم او في روايه لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. دقن ببلاش ومترين شاش. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ومعلومات اذا سئل ما معقول يقول له لتلميذه الا اعلم، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فضلوا واضلوا. لذلك حذاري ان تتكلم بالحلال والحرام الا عن بصيرة وروية وتأكد 100%، لان هذا دين الله، دين الله عز وجل. بارك الله بكم ونفعنا الله واياكم، واسال الله هذه الكلمات التي ذكرناها في هذه الخطبة ان تكون زادا لنا خارج الحصار. لا ينبغي ان نقف عند حصارنا على انه تكلمنا وعلى انه لا. وان شاء الله عز وجل كما اكرمنا وحررنا من قبل هذه البلدة نعود ان شاء الله باذن الله لنحررها ثانية باذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك اخواني لا تأسوا على ما فاتكم، واستعينوا بالله، وإن شاء الله هذا خروج عز، لأنك أديت ما عليك أمام الله ثم أمام الخلق. أديت ما عليك، وهذا هو المهم. أنا ما بهمني العلم ترضى ولا ما ترضى، أنا ما بهمني الثورة تنجح ولا ما تنجح، أنا ما بهمني الجهاد وين نروح، أنا بهمني أنا وأنت عند الله وين، وهل أدينا ما علينا أم لا. أسأل الله أن يجعلنا من المغفورين. أكثر من الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.